ايه اكتر ردود افعال جات لك على الشخصيه وعلى الدور من اصحابك من الوسط الفني نفسه وحد والله كده؟ بص، يعني مكالمة من نجمة كبيرة صابرين اللي أنا بعتز بيها كفنانة كبيرة وأنا من جمهورها ومن الفنانات التقال في شغلتهم، يعني إنها تتصل بيا لأول مرة وتقول لي برافو عليكي، أنت عاملة دور حلو قوي، أنت شاطرة، أنا ما بتفرجش كتير، ما فيش حاجة بتلفت نظري بس المسلسل ككل لفت نظري وشخصيتك لفتت نظري، فكانت شهادة أعتز بيها. أستاذة عمرو الصيف اتصل بيا من تاني حلقة قال لي أنتي مجرمة عاملة شغل هايل. أستاذة منال الصيفي طول الوقت كانت بتقول لي من وهي بتعمل المونتاج لا هيجي عليكي ردود أفعال قوية. كل أصحابي بقى سواء في الوسط أو بره الوسط عشان ما انساش حد، لا اتصلوا بيا. بنتي كانت تكلمني تقول لي يا مامي صحابي كلهم بيقولوا لي ان انت عامله شخصيه حلوه قوي زينة، اه زينه بنت اه زينة. عامله شخصيه حلوه قوي وانت شاطره قوي، وهي بتتكلم بفخر قدام اصحابها. فلا الحمد لله يعني كتير ردود يعني الأفعال كلها حلوة. اه الحمد لله. طب ما إني جبت سيرة زينة، وردود الافعال من الصحافه طبعا من الصحافة. والاعلام لا الحمد لله مبهوره بيها، سندوني سواء طبعا اليوم السابع مش هقدر انسى بقى الباقي، لا الموقع كل كان المواقع وكل الصحافة والصحافه المصرية. سندتني وقفت جنبي ودعمتني وكانت مبسوطه بالدور. نقيضات تقال كتبوا مقالات اشادوا بالدور الحمد لله رب العالمين. يعني لا انت كمان عامله دور يعني ببراعه شديده جدا وبمصداقيه وبصدق، فانت عشان حاسه الدور قوي فواضح ليه على الشاشه. انت جبت الواد سيره بنتك زينه، انا عايز اقول لك ان انا كنت بادور كده بعمل سيرش عليكي قبل طبعا ما اعمل اللقاء، فلقيت صوره ما شاء الله عروسه كبيره ايوه 12 وكنت صفحة متصوره انت وهي بنفس الفستان، ايوه 12 صفحة ف وحاسس ان هي عندها يعني شبه مواهب كده، ما اعرفش هل هي حابه تمثيل ممكن تمثل؟ موهوبة، مش هقدر اقول ان هي مش موهوبة، موهوبة وروحها حلوة عندها كاريزما بشهادة كل الناس اللي بيعرفوها. بس هي ما خدتش قرار خالص انها تمثل او ما طلبتش انها تمثل، ويا رب ما يبقى عندها النية لان هشفق عليها، المجال شاق ومجهد وعايز طول الوقت تشتغل على نفسك، مهما تنجح ما ينفعش تقف، لازم تكمل وتكمل وتكمل طول الوقت. انت الضريبة اللي بتدفعها ان انت في حرب اعصاب رهيب، انا عشته وتعبت منه، والضريبة كبيرة، الضريبة من مجهودك العصبي ومن حياتك الخاصة كحالة عامة يعني. فأنا أشفق بصراحة عليها إنها تعيش ده، يعني يعني تنصحيها النجاح انها تبعد؟ يعني النجاح طبعا أكيد حاجة مفرحاني ومخلاني مبسوطة وراضية جدا، بس قصاد النجاح ده في ضريبة تانية مدفوعة الناس ما بتشوفهاش على الشاشة من حياتنا احنا، فمش اي حد يتحملها. يمكن انا عشان من صغري اشتغلت ومريت بظروف صعبة ووقعت ووقفت ممكن اكون قدرت اتحملها وقدرت افضل واقفة على رجلي. هي لا هي متربية في بقها معلقة ذهب، يعني هي صغيرة دلوعة وكل حاجة بتتعمل لها، ما مرتش بالمواقف بالظروف تخليها تقع وتقف، فالموضوع هيبقى صعب شوية عليها.